السلام عليكم. انا الدكتور سليمان سويدان بيدياتريك هيماتولوجي اونكولوجي سكشن اللوكيميا لنفوما مستشفى الملك فيصل تخصصي. طبعا الموضوع اللي راح احكي فيه عكس اللي حكوه الزملاء بالسابق والزميلات. احنا الان ننظر للهجرة العكسية لإعادة توطين مرضى المستشفى الملك فيصل الى مناطقهم. طبعا احنا في نظرين ان شاء الله لعدة مراحل. المرحلة الاولى اللي في عنا اللي هي المتابعة المشتركة، المريض يكون متابع في مستشفى الملك فيصل ومتابع في منطقته، وكذلك إعادة توطين المرضى نهائيا إلى مناطقهم. طبعا هناك معوقات زي ما سمعت من المرضى، في عندنا مشكلة إنه هناك تخوف من مرض السرطان. حتى بعض الناس يعني ما ينطق مرض السرطان، اللي بيقول لك المرض اللي ما يسمى المرض اللي هو حتى لما أنا شو تخصصك بقول أعوذ بالله يعني ما. فلذلك هناك تخوف بالتعامل مع مريض السرطان في جميع المناطق في المملكة، للأسف لعدم وجود هناك بيدياتريك هيماتولوجي أونكولوجي في معظم المناطق في المملكة. تنقص يعني موجود جزء في جدة في الرياض، لكن في الجنوب كامل ما في أي بيدياتريك هيماتولوجي أونكولوجي، كذلك في الشمال. طبعا ليش احنا بنحاول؟ هناك يعني مرضى بكون ماشي على العلاج الكيماوي. طبعا مدة العلاج الكيماوي مدة طويلة، قد تستغرق 3 سنوات، فصعب انه الاهل يظلوا متواجدين في الرياض طيلة فترة 3 سنوات. فللأسف بكروح على مناطقهم، هناك بصير حرارة. كيفية التعامل مع هذا المرضى؟ نلاحظ هناك عدم معرفة، بروح على الطوارئ بيحكوا له روح على المستشفى الملك فيصل. وللأسف يعني كل سنة نفقد مريض أو مريضين لأسباب بسيطة، الحرارة، لأنه بيضطر الأب ما في تذاكر الساعة 12 في الليل في سيارته بسوق من جازان أو أبها أو عدة مناطق يعني بدون تسمية للطوارئ. طبعا بيصل عندنا بحالة مزرية، بده ICU، وبعضهم توفاهم الله يعني على الطريق لأسباب بسيطة. فإن شاء الله احنا يعني حابين هذول المرضى اللي بتعالجوا عندنا أثناء العلاج الكيماوي، إنه إذا صارت مشاكل صحية كيفية التعامل مع هؤلاء المرضى. القضية الثانية، هناك مرضى أنهوا العلاج الكيماوي، أنهوا العلاج الكيماوي خلال السنوات الأولى، فحوصات بسيطة جدا يعني زي فحص CBC. للأسف يعني هذا المريض يتكبد العناء بالسفر من عدة مناطق إلى الوصول لعندنا للرياض حتى نعمل له فحص CBC، ونقول له في العيادة كل شيء تمام وروح. طبعا هذا تكلفة مادية على الدولة، تذاكر، تكلفة ومعاناة على الأهل يعني ترك العمل، ما هو السهولة زي ما بتعرفوا حجز التذاكر الداخلي للحصول الرياض. فلذلك هذول ننظر إن شاء الله إنه يكون هناك تعاون. مثلا ممكن يكون زيارة في مستشفى الملك فيصل وزيارة تكون في مستشفى المحلي لإجراء الفحوصات البسيطة. المرضى الأخرى لهم مرضى أنهوا العلاج 3 سنوات إلى 5 سنوات من العلاج، أمورهم مستقرة، ليس بحاجة يعني لفحوصات معقدة، فحوصات بسيطة، فحص سريري وأخذ سيرة مرضية وفحوصات بسيطة. احنا رايحين يعني كل مريض نوفر له تقرير طبي متكامل وشو الفحوصات المطلوبة لهذا المريض لإجراء لمتابعته لهذه الفحوصات البسيطة. طبعا الهدف اللي هي راحة المريض وأهله بالدرجة الأولى، للمعاناة اللي بتكبدوها زي ما سمعتها من أهل المرضى. ثانيا يعني بنخلي مجال وأسرة لقبول مرضى جداد بحاجة للعناية من مستشفى الملك فيصل. هناك مرضى عديدين بعض الأحيان ما بتمكنوا يجوا لمستشفانا لعدم وجود الأسرة أو في أماكن في العيادة. فهذا الموضوع مشترك، وإن شاء الله بنحاول نشوف كيف ممكن نتعاون على التليفون أو زيارة شخصية لتثقيف التمريض أخواننا والأطباء
كيفية التعامل مع مريض السرطان أثناء وجود العلاج الكيماوي أو ما بعد العلاج الكيماوي، لأن هناك حاجة ماسة صحيح للتعامل مثل هذه الأمراض لعدم وجود له التخصص في أمراض الدم والسرطان في معظم أنحاء المملكة اللي ذكرناها. وشكرا. البحر طبعا كان تجربة ممتازة الحمد لله مع الباحة، ألف شكر لكم. مع المريض حولناه لعندكم، والحمد لله تواصلوا مع الأم. كان المريض هناك صعوبة لأنه موجود مع والدته وهو طفل داون سندروم منغولي، كانت الأم تعاني، بس عندنا يجي لمرض أزمة عنده ربو ونعمل له CBC، والحمد لله الآن قاعدين تدريجيا نحوله للباحة على أساس متابعة مشتركة. شفناه المرة الماضية في العيادة قبل أسبوعين، والحمد لله الأمور ماشية تمام. نأمل إنه إن شاء الله تكون هاي بداية طيبة من الباحة وتعمم على جميع المراكز في كل المستشفيات. وشكرا. بخصوص المرضى اللي يحتاجون كيموثيرابي دوز، فيه بعض مناطق ما فيها أصلا اللي هو اي في روم بالنسبة لتحضير جرعات الكيموثيرابي، هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للمرضى اللي يحتاجون انهم بعد ما ينهون العلاج يحتاجون متابعة بالنسبة للتحاليل والأمور الثانية، هل ممكن نفس الطريقة اللي اقترحها أبو عبد الله أنها سيرفي بالنسبة وش الحاجات اللي المفروض تكون موجودة بالمستشفيات حتى نقدر نطبق البرنامج بالشكل الصحيح؟ إن شاء الله. إحنا شكرا على السؤال الجيد. إحنا الآن في المرحلة الأولى ما رايحين نعطي علاج كيماوي في المناطق، لأن معرفتنا عدم وجود بدياتريك. لكن احنا بتكلم اثناء العلاج الكيماوي هناك مضاعفات منها الحراره، فهي المضاعفات تعامل مع مريض السرطان بوجود الحراره يختلف مع مريض اخر، لانه بعض الاطباء او الزملاء في مناطق ممكن يعطيه مضاد حيوي في الفم، طبعا هذا غير كافي لمريض السرطان، فنوعيه المضاد الحيوي وكيفيه اعطائه لهذا المريض ووقت إعطائه مؤثرة. إعطاء العلاج الكيماوي خلال الساعتين أو الثلاث الأولى من الحرارة طبعا كثير مهمة جدا، وتؤثر على صحة الطفل في المستقبل. فهذا اللي بتكلم عنه، اللي هي كيفية التعامل مع مضاعفات العلاج الكيماوي وإعطاء متابعة المريض ما بعد إنهاء العلاج الكيماوي. فإن شاء الله بإذن الله بنحاول ننسق سيرفي معين لبعض الفحوصات، طبعا يجوز قد يكون هناك نقص، لكن بعد تعاملنا مع المستقبل ممكن نتعرف اكثر على حاجات هؤلاء المرضى. فسؤال جيد وشكرا لك. في سؤال اخير شيء؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك. تفضل. طبعا الدكتور محمد درويش معك. القطيف ها؟ دكتور سليمان. ها تفضل. الله يسلمك. بعض الأحيان التجهيزات في المستشفيات للأسف تحتاج إلى أوامر عليا من الإدارات، المديرية، مدير المستشفى، تعب من مكتب خدمات التعاون إنه يأمر بتوفير كل هذه الأمور، فما أدري كيف هذه الأمور بالنسبة لمستشفى الملك فيصل. هذه ما هي فيها إشكالية دكتور، بالنسبة لنا إحنا لما نكتب البروبوزل حقنا نحن حكون على اتصال الدكتور جهاد، حيكون على اتصال ويرسل رساله لمدير الشؤون الصحيه، بتكون في الخطه حقتهم باذن الله. حيكون احنا باذن الله اللي يصير معانا هذا ان شاء الله في الاجتماعات القادمه لما يجتمع الدكتور سليمان مع الاطباء المتخصصين بالفعل بهذا المجال خلال يمكن بعد الاجازه من الصيف، نجتمع اجتماع ثاني ونتكلم بالفعل ايش البرنامج مكتوب بالفعل، ايش تكون بعد ما سوينا السيرفي وعملنا هذه الاشياء كلها باذن الله. شكرا يا دكتور محمد. احنا مبدئيا على الاقل نشوف الاشياء الطارئه اللي تؤثر على حياه المريض، زي ما بتعرف انت بالاطباء اللي تدربوا عندنا وبنفتخر فيهم صحيح، اللي هي تعرف الحراره، حرام انه طفل او طفلين ثلاثه في السنه وفاه او مضاعفات كان بالامكان تلاشيها بعلاج اعطاء المضاد الحيوي البسيط. واتوقع المضاد الحيوي
متوفر في إذا ما كان جميع مستشفيات المملكة، على الأقل معظمها العلاج المناسب. فهي الشغلات البسيطة. وكلامك صحيح، إحنا بعد ما نرسل السيرفي إن شاء الله نبعث للدكتور جهاد إنه على أساس يخاطب الشؤون الصحية في كل منطقة لتوفير بعض هذه المستلزمات البسيطة. في أي أحد عنده أي استفسار أي شيء أخيرا؟ طيب أنا بختم أقول ترى كل الأعمال اللي تشوفوها أمامكم الآن ترى إنما نواجهها أمامية، ولا وراي عدد كبير جدا من الزملاء اللي يشتغل في التعليم، اللي يعمل في الجراحة، في عيادات المرئية. Welcome to an Ocado meeting. كثيرة جدا على كيف، فإنما إحنا زملاء وفريق واحد. ويقودنا فيها الدكتور جهاد صلى الله عليه وسلم بحيث نقدم لكم الخدمة بسهولة وسلاسة بإذن الله. تليفوناتنا كلها موجودة عندكم، سنرسل لكم إن شاء الله جميع الأرقام الأطباء اللي عملوا برزنتيشنز والأختنا اللي والتمريض كلهم كامل بإذن الله، بحيث أنكم تبدأوا حتى اتصالاتكم من الآن، يعني ما تنتظر أنه يصير برنامج.